250 سله غذائيه من منظمه بيبل ان نيد للناس المحتاجه في مدينه انجاره. آلية التوزيع رح تكون على الشكل التالي، نحن دائما بنوزع وصل للناس قبل بيوم، حاليا رح ناخذ الوصل من المستفيد، ندققه مع رقم الهوية ودفتر العائلة حسب القوائم الموجودة عندنا. وبعد ما يتم التأكد من انه هو صاحب الاسم والوصل راح نسلمه الحصة الغذائية المؤلفة من 3 كراتين هي مرقمة 1 و2 و3. يعني بنسبة 90% الاعتماد على الإغاثة، لا يوجد شغل، لا يوجد عمل. نرجو من الله أن تكون هذه الإغاثة قد وصلت للناس المستحقين والمحتاجين. من مين؟ ايش اسم المنظمة؟ والله